تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أكيد حفل أكثر من رائع وكلمات ورسائل مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بخصوص النجمة الرابعة في مشوار النادي الأهلي من حيث بطولات الدوري العام، وأيضا الاحتفال بمختلف البطولات اللي فازت بها مختلف الفرق داخل النادي الأهلي. لكن معي في هذه اللحظات أحد نجوم النادي الأهلي وطبعا نجم صاعد بقوة مع الفريق صلاح محسن. صلاح برحب بك في البداية، عايز اتكلم عن الاجواء اكثر من رائعه، دافع وناحيه معنويه مهمه جدا احتفال زي ده النهارده، حابب تقول ايه؟ حابب اقول احتفال على اعلى مستوى جدا، انا ما شفتش كده طول حياتي، حاجات يعني مبهره بطريقه مش طبيعيه. دافع كبير طبعا للفرق الانديه كلها، وان شاء الله المزيد من البطولات الفتره الجايه باذن الله. انت بقالك حوالي 6 شهور في النادي الاهلي واخد بطولة الدوري، بتساهم في بطولة افريقيا، جايين كمان من فوز مهم جدا جدا على فريق تاونشيب. طموحاتك مع النادي الاهلي وخصوصا بعد احتفالية مهمة زي دي والفوز ببطولة الدوري تحقيق البطولة رقم 40 ووصول النجم الرابع؟ ان شاء الله اللعبة كلها على قد المسؤولية، الفترة الجاية ماتشات صعبة، عندنا اهم حاجة بطولة افريقيا نركز فيها الاول باذن الله، وبعد كده نركز في بطولة الدوري والكاس، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه. اللعيبه على قد المسؤوليه، اهم حاجه احنا مركزين ببطوله افريقيا، وان شاء الله اللي جاي احلى يعني باذن الله. فرصه وانت معايا بقى نتكلم على المباراه الاخيره، فوز على تاونشيب. انتوا اكيد كان في صعوبات بالنسبه لكم من حيث الملعب، ارضيه الملعب كانت وحشه جدا، المناخ مش متعودين عليه، كمان كان ظرف وفاه والد ميدو جابر، اداكوا كل الامور دي اداتكوا دافع ان انتوا تفوزوا وتعدلوا موقف النادي الاهلي في بطوله افريقيا، وخصوصا ان احنا خلاص كده قربنا نصعد لدور الثمانية. احب الاول اعزي الكابتن ميدو جابر اخويا، ان شاء الله يعني ربنا يرحم باباه ويجعل مثواه الجنه. ماتش الاجواء كانت صعبه، ملعب يعني اديك شايف، ربنا ان شاء الله يرجع بالسلامه جاي. ماتش كان صعب جدا علينا، وكسبين في الدقيقه 80 جون، ماتش صعب بس الحمد لله قدرنا وبلعبتنا قدرنا ان نحقق الفوز يعني. رساله اخيره لكل جمهور النادي الاهلي اللي اكيد متابعنا كلنا في هذه اللحظات بعد هذه الاحتفاليه الكبرى والمهمه جدا لكل الالعاب الرياضيه داخل النادي الاهلي. أحب أقول لهم المزيد من البطولات، نادي الأهلي فريق كبير، هم حققوا البطولات ديت عشان خاطر هم لابسين تيشيرت النادي كبير مش أي تيشيرت، وإن شاء الله ربنا يكرمهم الفترة اللي جاية يعني. شكرا صلاح بالتوفيق. ده كان لقاء مهم مع أحد نجوم النادي الأهلي صلاح محسن، وأكيد هو مستقبل بالنسبة للنادي، أكيد نتمنى له كل التوفيق والاستمرارية مع الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق المزيد والمزيد دايما من البطولات داخل النادي الأهلي، وده الهدف المهم لكل الألعاب الرياضية داخل النادي الأهلي بعد هذه الاحتفالية والكلمات المعنوية الهامة جدا من الكابتن محمود الخطيب.